بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. أنا المجاهد عبد الله هنداوي أعلن عن تشكيل كتيبة أحرار شمر التابعة للواء الفتح التابعة للمجلس العسكري الثوري في ريف دير الزور المؤلفة من السرايا التالية: أولاً سرية الشهيد أحمد سعد البشير، ثانياً سرية الشهيد عبد الله عاني الصالح، ثالثاً سرية الشهيد محمد مروان الدلي. والله ولي التوفيق. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.